تعرفوا شيء؟ انا ما عندي ملابس للتسلق الجبال او شيء، يعني فقط لبست شيء مريح، بس صراحه مره مريح. هذه اخذتها من ويب سايت اندونيسي، من اندونيسيا، وصراحه كثير مريحه للمحجبات، يعني اللي بدنا نسوي سبور، لانها طويله كثير وايضا مريحه وسبورتيف. فيعني راح اخلي لكم اللينك هون وراح اورجيكم كيف راح تقدرون تشترونها، لان الصراحه والله حلوه بالنسبه للمحجبات اللي بدهم يسوون رياضه خارج البيت. شفتوا؟